قلت لي كان دلوقتي في معايير لاختيار اللاعبين، الناس بتلوم عليكم احيانا، يعني مثلا موديست، هل ده كان داخل المعايير ولا كان خارج المعايير؟ حتى معايير خروج اللاعبين اليو ديانج مثلا، ناس كتيره دايما تسال على احمد ياسر ريان، شايفين انه مهاجم من العيار الثقيل، ولد جميل وما ما خدش حظه في الاخر تم بيعه بشكل نهائي. يعني ممكن تحكي لي شويه في موضوع المعايير ده؟ طب واللي جم بقى احكي لي بقى احكي لي. يعني هو لا بص انت بتجيب واحد لا مثلا بص بوزن وحجم رضا سليم ما بيلعبش اساسي، ده لعيب تقيل قوي، انا شفته في لا الدوشه هو النهارده ده كسر هو الدنيا. فكره ان قرار المدير الفني في السكواد يا شوبير مش ده يجي يلعب ماشي اساسي وده يجي، لا انت عندك سكواد كل اللعيبه بنسبه بلاش 100% 90% اي حد منهم يلعب، فانت لازم في السكواد يبقى عندك 2 لعيبه وممكن يبقوا 3، ولازم يبقى فيه جوكرز، دي مهمه جدا. نعم انت عندك دلوقتي اكتر من جوكر موجودين في التيم، عندك عمر كمال عبد الواحد جوكر، ايوه اكرم توفيق جوكر، كريم فؤاد ربنا يشفيه، خالد عبد الفتاح جوكر، كريم فؤاد جوكر، نعم طاهر، طاهر جوكر. نعم فانت ده انت محتاجه في السكواد، وده مهم جدا. هو ليه الناس بتقف عند انت وقفت عند مودس؟ قرار المدير الفني لازم بنحترمه، مش بالضرورة ان كل لاعب كويس انت ضامن 100% ان هو هيجي هيبقى كويس، ماشي وده موافقك على طبيعي. فكرة، موافقك. ما تأقلمش، ما نعم دخلش باد لك، مش في حاجات كتير المدير الفني هو صاحب القرار، ما نقدرش نتكلم، لا عمرنا ما نتكلم ده لعب ليه وده مش بتاعتنا خالص. صحيح. المدير الفني ليه صلاحيات، والتقييم بيجي هل في مش مطلوب فترات. في بعض الأوقات يا كابتن زكريا إنه المدير الفني على عيني وعلى راسي، لكن انا كاداره، انت بتتكلم في كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، قبله كابتن طه اسماعيل، بعده كابتن مختار مختار، حضرتك ده كابتن حسام طبيعي غالي معناها، بس بيحصل لا بيحصل، انت يا عم تعالى في ايه الدنيا لازم. الحدوته. لا 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 لا، ده جزء من الشغل طبعا، نعم بس انت ما بتقوليش بقى ايه بعد كل ماتش اقعد معاه انا ما او قلتش بعد كده، كل شهر اقعد معاه، لا انت بتشوف في تستشعر الخطر. قصور، في حاجه جايه في المستقبل احنا شايفينها، نتكلم. والراجل على فكره متفاهم جدا متفاهم، وبيطلب مننا رايكم ايه، ليه لا؟ ليه كلام كتير انه حصل خلافات كبيرة بينه وبين الكابتن محسن صالح؟ ما حصلش خالص ما حصلش خالص، خالص، بس القرارات بتاعت اللجنة المناقشة اختلاف في وجهات النظر ده طبيعي، جدا لكن في جدا. القرارات هو انا اسال سؤال، هو الجهاز الفني متفق في بيختلف طبعا، الاراء؟ طبعا في ده اختلافات طبيعي، ده في كل طبعا العالم، طبعا. انما في النهاية في صاحب قرار هو اللي بيقرر التقييم. طب النتائج، النتائج، طب ما انت بتشوف نعم نتائج.